هو كريتيكال ابروتش شورت ستيتش. احنا هنتكلم على حاجات بسيطه خالص، ان احنا العلوم دي بس مش هنطول. ليه؟ لان انا عندي مشكله في التايمنج بتاع دايجنوز شورت ستيتش. ما بيديناش البنات تدور على شورت ستيتش الا لما يكون صاحبتها اتخبط او جالها دوره تقول لك عايزين نلحق شويه. اكبر حالات بنشوفها ديليت الحالات تكون كشفت، تقول لك انا رحت للدكتور يقول لك ما انت قصيره وهيطلع لمين؟ ده جينيتك. طب انت عملت اكس راي ليفت هاند وشفت انه جينيتك ولا لا؟ ما يطلعش تعب. استنى لما يكبر وينطوا طول، يكبر وما ينطوش طول. فاحنا بقينا ديليت. فاحنا الفيرست ستيب امتى هنقول انه شورت ستيتشر؟ وازاي الابروتش؟ وانتوا سايب دي قصه لان احنا عندنا خمسه ديفينيشنز. ما هماش ريبليسنج اتش اذر، هما كومبلمنتري اتش اذر. اول حاجه ايه؟ انا شورت علشان انا قصير بالنسبه للمجتمع، يبقى انا هقارن بقالي جروث تشارتس. احنا في مصر هنا بنقارن بالفرنش جروث تشارتس. فرنش جروث تشارتس دي معموله على 50,000 طفل. دكتور مجدي زينب ربنا يديله الصحه عامل على 53,000 طفل من نورث ايست ايجي بس. الدبليو اتش او معمولة على 20 دولة، واخدين البحرين من العرب وهم أقصر مننا، واخدين نيجيريا من أفريقيا وهم أطول مننا. فبالتالي الدولة مش ساعات بتظبط معانا ولا هي ولا السي سي. فاحنا شغالين على الفرنش. فأول حاجة أنا قصير بالنسبة للمجتمع. طب أنا قصير بالنسبة للمجتمع، أنا كويس بالنسبة لعيلتي ولا لأ؟ هنفترض إن أنا أب وأم متواضع. فأنا كويس بالنسبة للمجتمع لكن قصير بالنسبة لعيلتي. فهبتدي آخد البيت بارنتال هايب وآخد 1.5 ستاندرد ديفيشن. يفضل لي هنا حته دايما بتبقى مع الطوارئ. بس يا امير بس يا فاضل لنا حته دايما بتبقى مع الطوارئ اللي هو كان ماشي كويس وعبر. يعني واحد كان ماشي كويس وجاله كريفري التاني في الجيوم، جاله كرونيك رينال فيلير، جاله كرونيك هيماتيك فيلير، واحد جاله مالي نيوتريشن. انا اول حاجه شفتها من ريكسن البوزة كانت بنت ريد ومش عايزه تبقى شكلها جميل، فبطلت تاكل وبطلت تطلب. محدش فاهم هي ليه مش عايزه تاكل، محدش فاهم هي ليه عايزه تاكل. يبقى العيان اللي ماشي كويس وابتدى يحصل له ديسيليريشن كان بيجيب في السنه معدل سنتيات وهو افضل. وده احنا كبيدياتريك نتفق معانا، اول سنه بنطول 25 سم، ثاني سنه 10 سم، بعد كده رول 5، بعد كده نخش 9 ل 12، بعد كده فوق ال 12. فانا ما بجيبش السنتيات المطلوبه. فلما تيجي يوم تقول لك انا كل ولادي غيروا الجزمه غيروا البنطلون الا ده is clinically significant. سبيشال يا حضرتك بتقول اطفال وبتتابع طول كل ما بتجي لك فانت حتى لو انا طول ما بيطولش والمفروض السنه دي جبت 3 5 ما جابش. يبقى الولد ده significant لان لما احطه على الشرط بتاع الجنرال هلاقيه كويس. لكن هو فعلا ديزيز. دي الكلاسيفيكيشن بنقسمها بكذا طريقه. بنقسمهم بروبورشن وديسبروبورشن. يعني الابر سيجمنت على الاور سيجمنت والسبان للهاي بروبورشن ولا لا. ودي برضه اكوردنج تو ايج، اتولد 1.7 من 10 من 1، بقى زي 1.3 من 10 من 1، بقى 1 من 1، بقى 9 من 10 من 1. والميل بيوصل ل 85% من 1. ودول اهم شرطس. تاني حاجة بنقسمهم على حسب نورمال فاريانس ولا النورمال فاريانس بتاعتنا اللي هم ايه؟ اللي هم جينيتك وكونستيتيوشن. صح كده؟ بيتحط لهم الانديوباسيك اللي انا ماليش حاجة. معنى الانديوباسيك ايه؟ اي دونت رو. تمام؟ بنقسم بطريقه ثالثه على حسب البون ايج. نورمال بون ايج الوحيد اللي معايا هي مين؟ الجينيتك شورت ستيتش. يبقى لو جالي ولد قصير عنده 12 سنه عنده 12 سنه انا خلاص بامانه انا ما عنديش التصنع بتاعتك مصري. كونستيتيوشنال بمديت شويه. ماركت دريل بون ايج دول اندوكرانوسي وجينيتك والعضلات الثانيه. ممكن يجي لي من ادفانس بون ايج على سي اتش. هيبقى قصير بيطول شويه وبعد كده احسبه على الدرجه الثالثه الاقيه ما بايه؟ ما بيجيبش. يبقى دي اول حاجه. يبقى انا لازم اخد الادكتف ميجرز ودي الادكتف ميجرز اللي انا هاخدها. لما اجي اتكلم مع حضرتك وتقول لي ان انت هتاخد سبان ولا لينز ولا هايت ولا سوبايل ولا ايه ولا اريكت. ما ينفعش يجي لي طفل اقل من سنتين حضرتك تقيسه لوحدك. هتثبت ايدين ولا رجلين. صح كده؟ تاني حاجه لازم تعمل التالر ستيجنج. والتالر ستيجنج ده انا بعملها عشان حاجات كتير قوي. اول حاجه عشان هيبقى ايتم من الدايجنوز بتاع الانستتيوشنال، وايتم تاني من الدايجنوز بتاع البال هيبوميتيتريزم، وايتم من الجروث برامترز. صح كده؟ طيب اللي بيحصل حاجه عاده في الاعداد دي انك انت بتكسبوز الطفل وتكشفه. ودي اول حاجه الاهل بيقولوا له ايه؟ دونت
ليت يور برايفت بارتس اكسبوزد، فبتبقى خناقه حتى مع الطفل. فلازم تعرضها عليه. انا مثلا بقول له ايه؟ اطلع انا هشوف كل حاجه. بيغالبا تلاقيه بص للاب والام، اذا وافقوا بيكمل. او تفهم الاب والام، لان ساعات انت ما بتعرفش تكمل اكزامينشن، انا مش هتعرف تعمل طالب ستيشن. ما تجبروش انه يعمل طالب، اديله ميعاد تاني، لكن نفر ان انت تكزامن هيم غصب. دي طريقه ان احنا نقيس ازاي؟ السباين والاريكت في الفرق كورتر فين، وكنا عارفينها ازاي. دي الجروس شوتس اللي احنا الدفتر الدكتور بنجزيني عاملها. ونيجي على الميمبرنتال هايت. الميمبرنتال هايت سهل. انا بعمله عشان في حاجه اسمها التارجت هايت من العيله دي، يعني لما اشوف العيله دي ساعه البلوغ متوسطهم كام؟ احط 5 سم فوق 5 سم تحت وجاي على الستاتستيك، فده اسمه الميمبرنتال هايت. بضيف عليه 13 للميل وبطرح 13 للفيميل علشان الايه؟ البريماتيور بيبرتي في الفيميل. ايه الليميتيشن بتاع الميمبرنتال هايت؟ يعني ايه الليميتيشن ان انا لما اجي استخدم الميمبرنتال هايت يعطل الدنيا؟ الابسنت فازل ده مصدر. طيب مش هعرف اقيسه مسافر. دايما لما يجي لك مقاسات غالبا بتلاقيها مش بروبورشن. انت طول الكام يا ستي؟ 170، انت بتشوفها بتاع 150. وزن الكام؟ 70 كيلو، بتلاقيها 140. هو احنا كده، وده موجود ورا الواين، فانت لازم تقيس، او الناس في المستشفى ما تاخدهاش بوقيه. دي اول حاجه. تاني حاجه الايجنج بروسس. احنا بعد ال 50 بيحصل لنا ديبريسد فراكشر في السباين. فبالتالي تصدق والدك ووالدتك لما يقول لك ايه؟ انا كنت اطول من كده وانا صغير. دي حقيقه. فبالتالي انت عليك تكسبكت ولوزنج هارد اتاك. فوق ال 50 وفوق ال 60. في ناس اقوى 10 سم يبقى لوزنج هارد، لوزنج هايت. فانت عايز تلاقي تقول هايت عشان المعدل ما يطلعش ايه؟ غلط. اخر حاجه لو واحد طويل قوي متجوز واحده قصيره قوي والعكس. الناس حطت بوسيبيلتي ان ده هيطلع فلسي، لكن ستانس ما طلعش. يعني لما الناس عملت ستانس لقوا ان ده ما بيفرقش. محدش قال ان هي طلع فيها ايه؟ غلط. يبقى احنا هنعمل الدولار ستيجي وهنشوف البيورتي، واتفقنا ان مفيش ستيج زيرو، دايما بنبتدي بستيج واحد. نيجي نقول بقى ايه؟ كل واحد بيجي لي سايد شبه بعض. ساعات يجي لنا واحد عنده سنتين ومعمول له بلوس هرمون. صح كده؟ معمول عينه بيزك. ممكن يجي واحد تاني يقول لك لا ده احنا ده جينيتك وعيال قصيره ومحدش عمل له حاجه. ايه اللي بيكنترول الجروث؟ الطفل المولود بيتولد كام كيلو؟ 3.5 ل 4.5 صح؟ محدش يتكلم على ايج، محدش يتكلم على سكس، محدش يتكلم على ريز. يبقى معناه ان الكنترول انترنت راين حاجه يونيفرسال. الماتيرنال نيوتريشن، البلاسنتا بلاد سبلاي، وان يكون الفيتاس نورمال. فلو عندي عيال باي جي ار او سمول فور جستيشنال ايج 50% بتكون ماتيرنال كوز. يعني تيجي تقول لي الواد صغير دلوقتي كنت بشرب سجاير، عندك ضغط، عندك سكر، انت مالك بيها يا جدعان بالعين. صح كده؟ 35% بلاسنتا كوز. يعني حد دلوقتي 85% من العيال هتتولد حجمها قليل مالهاش دعوه بالطفل. 5% ميجر ميتابوليك في الطفل. سندروماتيك ميجر امبورنال في الميتابوليزم. يبقى لو الطفل مولود قليل المشكله غالبا ماتيرنال او بلاسنتر. تمام؟ بعد كده اول سنتين اللي بيكونترول جروس ان بريزنس فورمال ثايرويد هو الايتنج. النيوتريشن والاي جي اف 1. بعد كده بتدي جروس هرمون تخش على البيوبرتي تطلع 6 استرويدز. وده هنا بيفسر لي القصه بتاعت الكونستيتيوشنال. النورمال ان انا باجي على سن سنتين السكت الجروس هرمون اشتغل لحد ما اوصل ان 6 استرويدز اشتغل وطلعت. الناس اللي عندهم كونستيتيوشنال بيجي هنا ويقع. ليه؟ لان الجروس هرمون عايز سينرجيستيك اكشن بتاعت 6 استرويدز. فهو بيبتدي يستناها فينش لو نورمال ويمشي البون ايج بتاعه ايه؟ لو نورمال. فبقينا البون ايج اكزبت ذا سيم الايه؟ الهاي ايج. ونيجي عند البيوبرتي بيطلع لفوق. طيب دي بتفسر لنا برضه احنا لما نيجي نعمل جروس هرمون روتيشن تيست بندي 6 استرويدز قبلها عشان نلم الحته دي. فلما تلاقي حضرتك طفل عنده مثلا 4 سنين 5 سنين مدينه حبوب بلا حمل او مدينه استروجين ومدينه ايه؟ التستوستيرون اتس نورمال هنديهم ان احنا بنعمل برايمنج بس مش ده اليوجوال. اليوجوال بيتعرف في الايه؟ في الادريسنس. تمام؟ طيب يبقى اول ايتم الفاميليال والجينيتك. العيان ده هيجي لي ياخد مقاساته ومقاسات عيلته الاقي وزن ان انت تطلع هايبر تقول ايش نورمال. كل سنه وانتم طيبين خلاص احنا خلصنا. لا صرف فلوس ولا عمل حاجه ثانيه ولا
جاست هيبقى فولو اب وده البروتوكول. بس حضرتك ما تجيش تقول لي ان هو قصير لعيبته من غير ما تعمل بونيج. ليه؟ لان في حالات كتيره جدا ما بتبقاش قصاد عيبته، هو عيبته عيان، هو عيان من عيب عيان، صح كده؟ فنعمل بونيج هنا مهم. تاني حاجه كونستيتيوشنال، واتفقنا ان هيحصل فيها ديلي في الهاي ايج والبونيج، بس الاثنين حاجه ماشيين مع بعض. يعني ما تجيش تقول لي ان هو عنده 10 سنين والهاي ايج 7 والبونيج 5 وتقول لي ده ايه؟ كونستيتيوشنال. لا مش هيمشي كده. تمام؟ لما يبتدي يخش في البيورتي بيبتدي يحصل اكسلريشن. وديفايند هنا بوصل لتوتال ستيج، انك ساعات تلاقي البنت عندها بريست ستيج 3، لا دي مش كونستيتيوشنال. خلاص بقى في دارك سكين في السكروتم والستيجنال بوينت زادت ابتدت في شعر، لا ده مش هيحصل له كونستيتيوشنال. لو دخل في البيورتي يبقى عنده مشكله ثانيه. نيجي على الديسبربورشن، ودايما الصور بتبقى احسن من الشر. لو عندنا حاله ميتافيزيال ديسبريزي خلاص هنا الميتافيزيس ما بتطورش، الجروس هرمون انا يفرق، يبقى هنا هتبقى مسليدنج حتى لو انا عندي جروس هرمون. حاله اسمها دايلو نفسيه كونتربريز، مش مهم هي ايه بس بعدين جروس هرمون مش هيحصل. هنا حاله ريكتس سواء فيها لوكني او باول، هنا اللي هيطوله ان انت تعالج هنا تدي فيتامين دي وكالسيوم، مش هيطوله هنا لو اديت جروس هرمون هيعوج اكتر، يحصل له سيبني فمر هيت وهيتعوج. لكن هنا لو اديت فيتامين دي وكالسيوم هيمشي نورمال. سيجندور فيزن بورجينيا ترنر سندروم، عندنا ممكن محاضره كامله عن الترنر سندروم. بس ترنر سندروم اللي احنا بنعرفها واحنا طلبه حاجه، والترنر سندروم اللي احنا بنعرفها واحنا بيدياتريشنز حاجه ثانيه، لان عندنا في فاريتس. فانت ممكن تجي لك واحده ترنر سندروم فيها ديسك طول، ممكن تجي لك واحده سندروم ترنر سندروم دخلت في البيوت خلاص، فده موجود ترنر سندروم واللي زيه اللي هو النونام سندروم. طبعا دي كوشنج. ايه الموست كومن كوز اوف كوشنج اللي حضراتكم بتشوفوه؟ نابكن توبيكال ستيرويد في النابكن اريا، تلاقي الواد جاي لك طابور صغير اعلان مشلات بتاع زمان اللي هو الثلاث كور بيحطوا بعض دول، وشه محمر ومناخيره فاتصاله لجوه، تعمل كورتيزون تلاقيه سبريست، تعمل استنشن تلاقيه سبريست. بس مش زي ده، يعني انا بشوف في اول سنتين دول اكستنسيف ما هو حضرتك اصل هو واخد شيست واخد كورتيكوستيرو، ده هنا الهيستوري سهل. لكن الناس اللي بتنهي النبكي دي ما حدش كان متخيل انه بياخد ايه؟ ديزيز. تمام؟ انا شفت حاله تاخد ديلوفيد علشان تضيع النبكي، ديلوفيد ده ما بيستخدمش غير في السويس. تمام؟ اول ده هيكون بيوتيتريزم، لو خدت بالكم ان ده 18 سنه ما وصلش لاوبره الباب وعنده انفانتريزم ومفيش اي انفستيشن سينس كاركتر، ففي بان هيكون بيوتيتريزم بسرعه. بان هيكون بيوتيتريزم الكورس كوز ايه؟ ايديوباسك، ايديوباسك شورت ستيشن، ايديوباسك هيكون بيوتيتريزم موستلي دلوقتي ريبليس بالجينيتك ستاتس. ايديوباسك شورت ستيشن هنلاقي عندنا اكتر حاجه فيها دلوقتي ايه؟ شوكس جين ديفيشنسي، ممكن تاخد 30% من الحالات بس اكسبنسيف. برضه في الايه؟ في الديوباسك في البيتيوتري البيت جين واحد واثنين مش عارف ايه والهوموجين والحاجات دي كلها. فالفكره ان الجينيتك دلوقتي بتدخل حاجات كتير قوي خلت الديوباسك ما عادش الديوباسك. تاني حاجه الديفلوبمنتال، ودي الغلط اللي انا حاطط السلايد دي. احنا بيجي لنا عليه كتير قوي نكشف عليهم وهم صغيرين نلاقي كريفت لب، كريفت بلد، سنجل انسايزر. خلاص تلاقي في ميديا الكانسر سيفير نزل بريزنت نيشن فيلج. ده عنده نسبه طاقته كام؟ ان هو عنده بيتيوتري اناتوميك ليجن 25%. يعني ربع الحالات اللي حضرتك بتشوفها ممكن يكون عندها مشكله في المرحله دي في اول سنتين، هو اساسا ما عندوش مشكله الجروس هرمون ما بيشتغلش، فانت مش هتلاحظ ان هو بروبلماتيك صح؟ لكن لو انت ما حطيتوش تحت الملاحظه حتى مش هتشوفه غير 7 8 سنين بعد كده لما يبتدي يبقى قصير كده. الدستركتيف ليجن زي تيومرز، بس الابسط منها ايه؟ التروما. البيتيوتري بتاعتنا فين؟ اهي. فالخبطه البسيطه اللي ممكن تحصل هنا زي البوكسرز الكوره في وشه والحاجات دي كلها ساعات بتأثر. طبعا بنشوفها كتير قوي من الامهات، تيجي تقول لك انا بعد ما خلفت الواد ده ما شفتش خير. سيدني نشف مش عارف ايه بتاع ده دخل في شهاب سندروم وايه والناس ما عرفتش. فده برضه مهم. كليكال بيكشر بتاعتها ساعه الولاده هتلاقي ناس كتير حضرتك مش شفتوها.
ولا بيخش هايبوتونيك يزرق شويه محتاج شويه تحاليل وجلوكوز وتلاقي البينس بتاعته صغير تقول لك استناها على سنه سنتين على ما البينس يكبر عشان تظهر. هل فينا حد شاف ده؟ بيحصل صح كده؟ حط العيان ده في اعتبارك ان ممكن يكون جروس هرمون ايه؟ ديفيشنسي. هنا انت لو عملت له في الفيرست دي جروس هرمون هو ستيميوليت نتيجه الهرمونز بتاعت المضره بتاعته فاهم يا طارق؟ دايجنوست من دي 1 هتيجي على سن سنتين تبتدي له العيان وانت سيف وما انتش محتاج تعمل بروفيكيشن تاني. بعد كده هيبقى منظره مين؟ احمد فرحان بتاع الفيلم بتاع ElSharkawy بتاع سونا حبيبي خلاص؟ او ايه بتاع لولو ولولو اللي كان بيرقص على حليب حافظ ده التيبيكال بتاع عيان جروس هرمون ديفيشنسي. الديستركتيف الحاجات دي كلها مش لازم تيجي كلها بقى هيبقى انترست ممكن تاخد حاجتين مع بعض على المبدا. طيب لما نيجي البروسيد بعد كده هنعمل ايه؟ هل انفستيجيشن نيدد؟ كلها شبه بعضها؟ لا بس في بيزك لازم نعمل ثايرويد لازم نعمل سي بي سي قد نحتاج لاي جي اف 1 لو هي في ميل اني شورت في ميل بسط الصدر تقدر تقدر بروف اذروايز لو هنعمل جروس هرمون بروفيكيشن ليه بنعمل بروفيكيشن ما بنطلعش نورمال؟ عندنا خمس طرق الجولد ستاندر الانسولين نيفر تدو لو انت سسبكت جمال هايبو تدريس او العيان ده بوست بيديوتريكتومي او العيان ده واخد ايه كيموثيرابي او كيمين ريديشن لان انت ممكن تموته خلاص؟ لان انت عارف ان هو عنده ايه؟ بتاع الفلاتر في الدور هتعملهم بالبولين دي يبقى كل العيان لازم تعملهم تو ديستس الا اذا كنت انت عندك اذر ديفيشنسي او انت لاعب في البيوتوتال دي بريديشن سيرجري عارف ان فيها تيومر تحتاج ريسك واحد كفايه. البولي ايج من ارخص واحسن الحاجات مين في العيالين دول ادفانسد ومين دريد؟ لازم اقول لك ايج صح كده؟ لان احنا دايما بنقع في الخدعه دي نبص على ايه؟ على البول ايج وبعدين نتكلم انا لازم اعرف سنه ايه؟ ده ادفانسد ولا ده دريد تمام؟ ده شكل الكريني فرنجيوم لو حد فيكم ما تخيلش الشكل بتاعها البيتيوتري ايه؟ والتيومر طالع من النيوز فاركس وضغط عليه فبالتالي في الاول يحصل شرطين بس تشرب بسيطه وبعدين يبقى ايه؟ يبتدي يحصل نص فرد وبرضه في الحته دي بيتاثر مين؟ بيتاثر اوبتيك كايزما فتلاقي الفيلد اوف فيجن عشان كده لو انت سسبكتنج برضه بيتيوتري فيجن او بيتيوتري تيومر ما تنساش الفيجن فبالتالي انا لو جات لي عيان شورت ستيتش سيمبلي هاخد الفيجن بتاعتي قسمت بروبورشن ديسبروبورشن ديسبروبورشن خلاص انا في سكريتال ديسبليزيا انا في ريكتس الاولد ستاندنج هايبوثايرويديزم اللي ما عندناش بنشوفها بتيجي برضه ايه؟ ديسبروبورشن لانه بياخد المرحله اللي قبل يعني مثلا وصل ثلاث سنين لكن وصل برامترز بتاعت سنه فزمان كان بيتحط في الحته دي او لقيت بروبورشن بول ايج وكيري تايمنج لو في ميل بول ايج او مايند بليد بنفكر في الفاميليال والانستتيوشنال لو هو سيمبتوماتيك بالبال او ماركت ديليت هنا بقى هندور على الفريلانسي يبقى مش كل عيان هنبتدي فيه جروس هرمون من الاول مش كل عيان هنسحب له بيزا جروس هرمون لازم تعمل بروفاكيتيف تيست ده مهم لان حضرتك لو عملت جروس هرمون لاي عيان هيطلع له عشان كده دي بتبقى خدعه حضرتك شفت عيان قصير بعت له جروس هرمون طلع قليل بعت له بتاع الميكروبيولوجي ما عندكش حاجه تزعل منه هو اساسا جروس هرمون بيزا مش شايفين مش عارفين دي اي حاجه فوفر فلوس العيان هنمانج ازاي؟ هنعالج اكوردنج تو كيس. العيان عندي قصير عشان هي ترضى هندي ريبليسمنت زي ما هنتفق بكره. عيان عنده اي جي اف 1 هندي له اي جي اف 1. عيان عنده فيتامين دي ديفيشنسي هندي له فيتامين دي. نيوتريشنال سايكوثيرابي كل عيان اب ذا بوينت بتاعه. هل لازم تبقى طويل عشان تبقى زعيم؟ لو بصيت على طوال عظامهم اقل من 165 ما عدا باراك اوباما. خلاص طبعا شيبان برضه لا اسكندريه طويله. بس حد عظيمه ولا لا محدش فبالتالي مش لازم تكون عظيمه عشان تكون طويل فدي لازم الرساله برضه بتوصل للطفل ان انت مش لازم تاخد كل حاجه صح كده؟ إيه دي طبعا الشركه بتوع المحاضره دي وشكرا جزيلا لحضراتكم كل سنه